السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في لاشين تاعي سيدة كوزين. إن شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا بألف صحة. اليوم راح ندير معكم سباغيتي بطريقة شوي مختلفة، إن شاء الله تعجبكم. لهذا البلا راح نحتاج كمية من السباغيتي على حسب عدد الأفراد ولا الناس اللي راح ديري لهم. نحتاج قطع من الدجاج، انا راح ندير هنا جنحين، هي احسن قطعه لهذا البلا هذا. حبه سناريه كبيره مقصوصه، هنا عندي بصله كبيره ولازم ديري بصله كبيره هي اللي تخثر المرقه. بصله كبيره، ربع فصوص ثوم وحبه طماطم، رحيتهم كامل مع بعض. راح نحتاج زوج مغارف طماطم مصبره، ربع مغارف زيت زيتون ولا الزيت العاديه، ونحتاج زبيس، ملح، فلفل الكحل، فلفل الاحمر الحار والحلو، كزبر ناشف وزنجبيل. الكميه الفلفل الاحمر الحلو مغرف كبيره بهذا المقدار، الزنجبيل والكزبر، الكزبر مغرف صغيره بهذه، الزنجبيل نص مغرف، الفلفل الكحل ربع مغرف، والفلفل الاحمر نص مغرف. الفلفل الاحمر دائما نقول لكم اختياري. نبداو اول حاجه نديرها، دائما نسخنوا المرميطه في واش راح نطيبو، ونزيد لها كميه من الزيت، راح ندير ربع مغارف زيت، ونقلي فيها لي مغصو هادو تاع الدجاج. يتقلى مليح الدجاج، نزيد الكميه تاع البصل، نزيد لهم السنارية ونخليهم يتقداو زوج دقائق، ومن بعد نزيد التوابل. خليت الدجاج تاعي مع الخليط البصل والطماطم والثوم مع السنارية زوج دقائق، دوكا نزيد الكمية تاع التوابل والملح على حسب الذوق. درت هنا مغرف كبيرة، هنا إذا شتي لاصوص تاعك هنا ناشفة بزاف، ديري ربع مغارف ولا خمسة ماء، وخلي التوابل هادو الزيت قلاو شوية، دقيقة ولا دقيقتين، وندير ورقة رند أو ورق الغار، ونخليه يزيد يتقلى شوي، ومن بعد نمرقو. ما بين ما لاصوص تاعي تتقلى، نحل لهنا زوج مغارف طماطم مصبرة في كاس ماء سخون، زوج مغارف معمرين، نحلو هاكا مليح طماطم في الماء، ونزيدوها للمرميطة تاعنا، ونديرو رشة سكر باش نكسرو شوية الحماضة. كيما تقدري تلوحي طمرة واحدة دقلة، نحيلها ديك العلفة وتلوحيها، تنقص لك من الحموضة تاع الطماطم كيما هاك. دوكا نزيدها للخليط أو للمرميطة تاعي. دوك نجيب كمية تاع ماء سخون ونمرق المرقة تاعي، نزيد ندير هنا باش نحي الكمية تاع الطماطم اللي بقات لاصقة، ونمرق بالماء السخون. إذا عندك مرق الدجاج راح يكون خير، نغطيو مليح الكمية تاع الدجاج، ونغطيو المرميطة تاعنا، ونخليو حتى يطيب اللحم أو الدجاج، ومن بعد نرجعو نكملو البلا تاعنا. هنا عندي لك تدبيرة أو اقتراح اللي عندها مشكل في تقدير الكمية، اللي تخاف دير كمية تاع سباغيتي بزاف ولا ديرها قليل، تجيبي قرعة صغيرة هذي تاع الماء وتعمريها سباغيتي، المقدار اللي تهزو هذه القرعة هو المقدار تاع شخص واحد، عبد واحد. إذا راح ديري ربعة من الناس ديري ربعة قراعي من هذا. نجيبو كمية تاع سباغيتي ندخلوها كيما هاك، هذا المقدار تاع واحد من الناس. بعد 45 دقيقة
الدجاج تاعي يكون بار، راح ندير راح نحيه كيما هاك. واش ندير درك الكميه هذه تاع المرقه، نلوح فيها المقدار تاع السباغيتي تاعي كيما هاك، ونبقى نمشي هاك بالعقل حتى يهبط بلا ما نكسرو. في الوقت اللي طيب فيه الدجاج مره على مره طلع لاصوص تاعك، كنت لقيها خاثره زيدي فيها شويه ماء ولا مرق الدجاج كيما هاك هاك تشبيك فيهبط بلا ما تكسريه، ونخليوه يطيب عادي كيما ما فين طيبوا سباغيتي في الماء والملح. وهذا هو السر تاع البنه تاع السباغيتي، طيب في لاصوص تاعو اللي طابت فيها طاب فيها الدجاج. ونخليوه حتى يطيب ونرجع لكم. هنا بعد ربع ساعة السباغيتي تاعي الدار كما كي تشوفي تبقى فيه كمية من لاصوص، نطفيلو ونغطيه ونخليه. بعد 20 دقيقة ولا نص ساعة نلقاه شرب هاد الكمية تاع لاصوص كاملة، ونشوفوه في صحن التقديم. هنا بعد 20 دقيقة كيما قلت لكم السباغيتي يشرب هذيك الكمية كاملة تاع لاصوص، دركا جاهز للتقديم. وهذا هو البلا تاعنا تاع اليوم اللي كان سباغيتي بصوص حمراء، ان شاء الله يكون عجبكم وتاكلوه بالصحه والهنا.